اول نقطة هنتكلم عليها اللي هو الـ AI او اللي هو الذكاء الاصطناعي. معناها الذكاء الاصطناعي بيقدر يحدد تفشي المرض والتنبؤ بيه. وازاي بقى الذكاء الاصطناعي بيعمل كده؟ عن طريق انه بيعمل انالايز للاخبار او السوشيال ميديا بلاتفورمز او الجوفرمنت دوكيومنتس. وده حصل في كندا عن طريق كانت في شركة اسمها بلو دوت قدرت تعمل كده قبل ما خبر الوباء ده ينتشر قبليها بكذا يوم علنا للناس. تاني نقطة للذكاء الاصطناعي ان هو يقدر يساعد على تشخيص الفيروس. في شركة اسمها انفرفيجن للذكاء الاصطناعي طلعت حل لفيروس كورونا انه يقدر يساعد الهيلث كير وركرز على اكتشاف المرض ومراقبته بكفاءة. تالت نقطة اللي هي بروسيس هيلث كير كليمز. في بلاتفورم اسمها بلوك تشين بتساعد على تسريع المطالبات بتوع المرضى، وبتحاول تقلل ما بين مقدار التفاعل ما بينهم فيس تو فيس ما بين المرضى وموظفي المستشفى. رابع نقطة اللي هي ديفلوب دراجز او تطوير الادوية. استخدم قسم ديب مايند اللي في جوجل احدث الخوارزميات او الالجوريزم للذكاء الاصطناعي والكمبيوتنج باور عشان يفهموا البروتينز اللي بتشكل الفيروس ونشر النتائج لمساعدة الاخرين على تطوير العلاجات. خامس نقطة معانا اللي هي Advanced Fabrics Offer Protection أو توفير الأقمشة المتقدمة للحماية. Everyone, I'm gonna talk about the second topic which is drones. أول حاجة إيه هي drones؟ A drone is a flying robot that can be remotely controlled or fly autonomously through software controlled flight plans in their embedded systems. كمان ال drone delivery became a feasible alternative with the support from the local government. وأول تجربة عملية للدرونز فهي كانت سنة 1917 في إنجلند، وكانت أصلا معمولة لمهام عسكرية زي المراقبة والهجوم، بس تم كمان استخدامها في أعمال مدنية زي مكافحة الحرائق. But lately the world has started using the drones in the medical field to face the pandemic of COVID-19. إزاي بقى قدروا إن هم يستخدموا الدرونز في الميديكال فيلد؟ الدرونز فيها سنسورز، والسنسورز دي بتخليها إن هي تقدر تقيس ال temperature, ال heart rate, ال breathing and also can detect the cases of coughing and sneezing. كمان في دول استخدمتها في عمل دوريات لمراقبة التزام الناس بحظر التجول زي إيطاليا كده. وكمان الصين استخدمت الدرونز في إن هي ترش المعقمات على القرى والمدن. ومش بس كده، فالشركات بعد ظهور COVID-19 ابتدت إن هي تستخدم الدرون ديليفري زي جي دي كامباني اللي استخدمت الدرون ديليفري تو ديليفر ذا ديلي نيسيسيتي تو ذا تشاينيز كونسيومرز. وبس كده، اي هوب ان انتوا تبقوا استفدتوا. And now you will see the last part with Karen. Hello everyone, I'll be talking about the role of robots. اول حاجة inside the hospitals احنا بنقدر نستخدم robots لان احنا نوصل المدسن والفود، فبالتالي it will reduce the risk of infection of all personnel. تاني حاجة، robots will roam the future hospitals with an integrated infrastructure. تالت حاجة، robots بيقدروا ينظفوا المستشفيات بشكل مستقل. And the Danish autonomous disinfection robots can sanitize the hospitals without the intervention of the medical staff. فبالتالي دوت هيقلل انتشار العدوى. رابع حاجة، تومي دي robot nurse وهي بتساعد الدكتورز والنيرسز فإن هي بتراقب المؤشرات الحيوية للأجهزة وبتوصل المسجات ما بين الدكتورز والبيشنتس عشان تقلل الاحتكاك ما بينهم. خامس حاجة، روبوتس كان سبيد اب ذا كورونا فيروس تيستس. سادس حاجة، سبين بتخطط إن هي تنشر اسطول من الروبوتات في أرباع المدينة بحيث إن هي تقدر تعمل 80,000 كورونا فيروس تيست بير داي. سابع وآخر حاجة، James robots help elderly المقيمين في دور الرعاية to stay connected with their loved ones since visitors are not allowed. فبالتالي it helps patients and elderly to maintain a social connection. Thank you for listening and have a good day.